حاكم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى ده لكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. الأنوثة هي عبارة عن علم وشخصية. الجمال الخارجي طباع الشخصية مثلا الهدوء والذكاء. برضو التكبر أنا بالنسبة لي حلو على الأنوثة. منظرها الخارجي الشكل العام. الجمال الشكل دوت بيبقى نمبر 2. أول إشي مثلا يعني اهتمامها بنفسها. الشخصية القوية وال بعتبر أنا برأيي الحنية. الناس اللي هم زي حديث كده في العمر اللي هو الفئة الثلاثينية الأربعينية دول بيفكروا في إن هم في البنت الذكية. دي بالنسبة لهم الأنوثة. أنا عن نفسي يعني الأنوثة بالنسبة لي الذكاء والهدوء. اجتماعية مع الناس. في نساء لا ما بتكون انطوائية دائما بحالها دائما بهذا ما عندها يعني مثلا إنه تأخذ على الناس تجامل الناس. أفضل إشي الواحد مثلا يرتبط في عند زوجة يطلع عليها بأمور معينة من ناحية اللي هو مالها ونسبها وجمالها وأفضل إشي اللي هو من ناحية دينها فترة بذات الدين. خجلها ويعني سحاها واحترامها لشخصيتها. الطاعة لجوزها الحنان اللي هو الزاد اللي بيبقى عند المرأة وربنا خصها بيه. شخصيتها مثلا انها تكون مرحة تكون تهتم فيني طبعا هي ما ننساهاش. بعدين شكلها انها تكون تهتم في حالها ما تهملش حالها. وطبعا في اشياء تانية بس يعني بالاساس انها هيدول. ده الكل لون معنا والكل لون معنا لكل لون معنا ومعنا. لا شك أن موضوع الأنوثة يطرح علينا الكثير من التساؤلات. هل هذه الأنوثة هي عبارة عن جسد جميل قوام رشيق أم أنها دلال ورقة ونعومة أو لباقة وذوق؟ أم أنها خجل وحياء أم أنها جاذبية وإغراء؟ هل الأنوثة روح تشعر بها دون أن تراها أم أنها سلوكيات التعامل مع الآخرين؟ بالتالي لماذا يختلف تعريف الأنوثة من رجل لآخر؟ وما هي الأمور التي يرى الرجل أنها تقلل من أنوثة المرأة؟ وكيف تحافظ المرأة على أنوثتها ولا تدع ظروف الحياة تسرق منها هذه الصفة؟ طبعا اختلاف الآراء نفسه الود قضية ولكن أنا ذكرني كلام أحد الحكماء هناك صفات مذموم يعني محمودة لدى الرجل أو مذمومة لدى الرجل محمودة لدى المرأة. ذكر هذا الحكيم إنه إنها تكون إنسان المرأة تكون خوافة هذه محمود إنها تكون تخاف عكس الرجل يكون شجاع. أيضا البخل لدى الرجل تكون المرأة البخيلة محمود إنها تكون بخيلة حتى تحافظ على الأوضاع الاقتصادية بالبيت يعني. في كثير من الأشياء يمكن يقول لك مقبولة عند المرأة مش مقبولة يعني عند أنا ممكن ما أقبل المرأة تكون يعني من نوع الجبان حتى أنها تكون تحافظ على نفسها تكون خايفة أنها تكون ما عندها الجرأة يعني المرأة لما تكون جريئة يقولون أن لما تكون المرأة جريئة تكون هذا يقلل من أنوثتها مسترجلة أو المسترجلة مثل ما يقولوا. هلا بتعرفي أنا اللي فاتني شغلة إنه في نوع من التناقض يعني ناس قالوا إنه الأنوثة هي مثلا شغلة إنه تكون مرأة قوية أو تكون مثلا شجاعة أو كذا وفي منهم قالوا لا الأنوثة هي لا إنه تكون حنونة إنه تكون ذكية مهضومة أكيد تهتم الشكل الخارجي كان شغلة كتير أساسية يعني حتى باستطلاع الرأي بس إنه طبيعي وقت تكون عم نحكي عن أنوثة يعني أول ما حيالله مرة مش ضروري تكون لا صديقة ولا زوج وقت تشوف مرة مرتبة أنا بعتبر هذه أنوثة قبل ما نبلش نحكي ونشوف إذا أنت في نظرك الأنوثة هي مظهر وليست الجوهر يعني أول شيء إذا شفت بنت لبس ما بعرف تياب نوعا ما بتميل للرجال أكثر فأنا أكيد ما راح أنشد إنه أقول إنه مظبوط إنه فيها أنوثة بينما إذا لا بلاقيها مرتبة وكذا فستان فأكيد هذا الشيء بيتغير رأي فرح هي لا أنا بحب هجمنا عليك نحن لا أنا بحب يعني تخيل قاعدة أشوف عم شوف رأي رجال بموضوع الأنوثة وكل أنثى كل امرأة بيهمها تعرف لأنه بالنهاية حتى لو إحساسنا بحالنا بياخذوا كل النوت بياخذوا نوت إنه مهم كتير المرأة طول عمرها طموحها بالآخر حتى لو هي بتحب حالها ومبسوطة على حالها طموحها إنه تعجب الرجل من مكان يكون صح ف
فانا حابه اسمع هالافكار. عم بختلف شوي مع شغله طبعا جعفر، شغله كثير مزبوطه حسب رايي انه اذا الرجال بيكون جبان وخواف اكيد هالشيء انا ما بتمناه لحبيبي لزوجي لخطيبي لشو بعرفني، بس انه البنت تكون خوافه بلا بيعطيها احساس انه هي انت بحاجه انك تحميها، كانه فهالشيء انه لو مرأة بضاي كثير وقاعده سمعت صوت خليك انا رايح اشوف انه حتحس حالك بعد شوي انه لا شو يعني مين الحد يعني. فلا بحس مهم شو قال جعفر قصه البخل مش كثير يعني تمش معي فيها يعني بفضل لا بس فعلا لا وحده ايدها فالته إيه؟ الرجل ما يحب وحده ايدها يعني ايه يعني هي مش كثير انوثه بحس فيها البخل يعني صارت هي طباع يعني وسلوك يعني ممكن مزبوط. هلا روني قلت شيء كمان لفتني الاهتمام وبالمظهر هذا شيء كثير مهم. يعني انا بتخيل مثلا لما باكل ضفيري وكنت كثير باكل ضفيري بستحي لما في رجل عم يطلع فيه بدي سلم عليه بصير عبادي اعمل هيك مثلا. بعدين لما صرت هالعادة السيئة يعني تخلصت منها بكل فخر ممكن سلم ممكن تحس عرفت اوكي. الشيء الثاني انه مش بس بالميك اب الانوثة، الانوثة في المرأة من الاول قبل الميك اب وقبل الشعر ولا في شيء بملامح المرأة تعطي انوثتها. بحس الخجل يمكن ايه الخجل والحياء الحياء بس في في يعني في ناس كيف يقولوا حدا كتير في شيء بشد يعني نعومة كمان بس صدقيني يعني أغلب الشباب عندما يرى بنت جريئة ووق يعني فيها درجة الوقاحة جرأة لحد درجة يهرب منها عكس البنت الخجولة بيحاول يركض وراها. أنت شو أنا لاحظت إنه الشباب أغلب الشباب يلفت انتباه المرأة اللي مثلا تكون قليلة الكلام خجولة تتكلم معاه من يعني بخجل، لكن لما تكون عينها قوية وتطالع فيك أنا واحد من الشباب بيهرب منها. أنت شو أنا شو مين بيلفتك في المرأة شو اللي بيلفتك؟ شو هي المواصفات الأساسية؟ أنا بالنسبة لي هي أنثى بأتم معنى الكلمة لأنه فيها كذا كذا كذا. يعني من ناحية مثل ما ذكر روني أول شيء الرجل هو بطبيعته إنسان بصري طبعا نتفق على موضوع المظهر بشكل عام، المظهر العام من ناحية اللبس من ناحية الكلام من ناحية الحركات هذه اول شيء تجذب الرجل قبل ما يتكلم بعد ما يتكلم معها يعني مثل ما تحكي الضفير والشعر والميك اب هذول لا خلينا نكون واقعيين هو اول شيء المظهر اوكي ما لا شئنا ما بينه وبعدين ياتي الكلام احيانا تقول يا ريتها ما تكلمت كانت ساكته وحلوه او تجنن يوم تحكي معها تقول تنسى تقول هذا انسان اخر فهو كل شيء كمل بعضه انا في نظري اول شيء المظهر او الشكل العين أكيد. وبعدين الكلام بعدها انت تقدر تصنف ان هذه المراه تعجبك ولا لا مزبوط هلا بغض النظر شو الكلام يلي عم ينحكى التون يعني نوعيه الصوت تختلف يعني اليوم مثل ما عم تحكي وحده تجي تعيط او تعلي صوت او هي تكون يمكن يعني خلقانه هيك يعني مش مشكلتها بس انه هذا الشيء بدل على انوثه يعني اليوم الانوثه هي فن بكل معنى الكلمه انا بلاقيها عند كثير من النساء ولازم تكون موجوده عند كثير من النساء رح اسالك رايك بعد شوي لانه بيهمني اعرف رايك بس جبت سيره الصوت في ناس هنيت الصوت اوكي في بغض النظر عن النعومة لانه اصلا نعومه الصوت هي من لها 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 ربط بالانوثه سبحان الله الهرمونات دائما الانسان يقول لك صوته ناعم هذا عنده هرمونات انثويه اكثر يعني صح. تم ربط الانوثه بالصوت بس نعم. مثلا في رجال ما بيطيقوا المراه المدخنه بحس انه هذا بيقلل كثير من انوثتها وفي العكس يقول لك هذا في بحه بصوت المراه بتعجب الرجل بحس هي انوثه نعم. انه مع انه تعطي على صوت رجالي شوي انه صوتها انه ضخم شوي انه بتحس في شيء كمان احكي عادل ثانك يو طيب انت شو وضعك لا انا بالمبدا اكيد نظري بشكل اساسي من بعد اذا ما في يعني اذا ما في عيون في تليفون كمان الصوت بيدل على انوثه ومن بعدها طريقه الحكي يعني بتفرق صحيح ما يكون الصوت نفس الصوره ايه بس وفي ناس صوت وصوره الحمد لله وفي ناس انه هون وفي ناس تكون صوتها بشع لكن ما شاء الله فهذه صوت رائع بقول لك الاذن تعشق قبل العين احيانا ولكن مش دائما تصيب هذه المقوله لا انا بعتقد انه هي عن جد فن بكل معنى الكلمه يعني المراه تتبين انثى بكل معنى الكلمه قدام الرجل بغض النظر عن المنظر يلي حكينا عنه منيح نرجع نحكي شوي بالمواضيع يلي بتحكيها بطريقه الحكي بطريقه التعامل بترتيبها بتهذيبها وطبعا بذكائها انه تكون قد ما تكون حلوه وفائقه الجمال مثل ما قال جعفر بس انه اذا فتت معها بموضوع او فتنا نحن لانه عم نحكي رجل ومراه فتنا معها بموضوع ولقيناها انه كثير شطحت او كثير عم تحكي شيء ما له طعمه انا بعتقد هذا الشيء بياثر مش بغض النظر عن الاعجاب بياثر على الانوثه يعني بياثر انه نشوف لا منا ليدي بس يمكن انا عندي بس ملحوظه على كلامك موضوع الذكاء وانها
يعني انا في ذكاء في هضامه في هيك في روح مرحه في غباء احيانا انا الغباء انا بالعكس انا بقول حلوه غبيه يعني يعني مش غبيه انا اشوف انه يعني اذا المراه اوكي ذكاء مطلوب ولكن العقل تكون عاقله زياده عن اللزوم يعني طيب شو فرق بين الرجل يعني بالعكس حلاوه المراه جنونها احيانا يعني الرجل يحب المراه المجنونه احيانا لان يعني الرجل هو عنده الحكمه وعنده القدره على السيطره لكن المراه ما تقدر تسيطر على مشاعرها اذا كانت عاطفيه كثير فبالعكس الرجل ممكن تجذبه المراه اللي شوي فيها نوع من مش الجنون اللي نتكلم جنون خفيف يعني صح. جعفر أيد نوت عندك تنسمع فرح شو بدأت قلنا المصطلحات الأساسية اللي لازم يلي بتحب هي تفرجيهم للرجل تتبين عنهم أنا رح أخذ منكم أنتم نصائح لكل أنثى بس قبل في شغلة كتير مهمة الأنثى نفسها مش عم المرأة نفسها مش عم تعرف حالها شو يعني في مثلا إيه يعني في نسوان كتير بيفكروا لما بيعملوا هالفول ميك اب والشعر اللي بيطلعوا فيه أمتار لفوق واللبس المدري كيف هيدا ممكن بينفر الرجل منها يعني في إغراء وفي في الأنوثة وفي الإغراء في كتير نسوان مفكرين إنه الأنوثة هي إغراء قد ما تنفخ شفافة وقد ما كل ملامح جسمها بتبين أكثر والشعر الألوان الغريبة عجيبة على الميك اب بحسوا إنه هي الأنوثة ويتشز أنا بشوف أبدا مش مزبوطة إنه بحس أغلب الرجال بيحبوا البساطة على البشرة الحلوة مش ضروري كيلوات فوندوتان طب شو بتعملوا أنتوا تلفتوا نظر الرجل لازم أنتوا تلفتوا نظر الأنثى إنه إحنا مش هيدا اللي بيعجبنا يمكن نشوف على التي في شي فيديو كليب لهيفا مثلا شي كتير حلو بس هيفا بلا ميك اب يمكن تعجبنا أكثر بكتير مثلاً. يعني صح هيدا للمسرح حلو لفيديو كليب حلو بس المرة تكون بالبيت عاملة متنكرة مثل فلانة وفلانة قال شو لتكون أنثى مش صحيح تحس هلا في بعض المصطلحات بتقول انه المراه بتفقد انوثتها اول شيء بالصوت يعني اكيد عم نحكي عن المنظر ولكن الصوت اذا صار خشن مثلا اذا ادمنت انه تضل دائما عابسه كمان منا لطيفه ابدا انه شو ما تحكيها هي مكشره او ما عم تتفاعل معك ممكن نتكلم على موضوع الوظيفه في بعض الوظائف تفقد المراه انوثتها طبعا مثل بنام درجه كثير سائقه التاكسي او تاكسي. مثلا في كثير امور غير يعني في قصص لا مثلا في شيء براسه جعفر لا مثلا تشتغل مثلا في محل صنع يعني سيارات تصليح سيارات مثلا ميكانيكية انا احس هذه بعيده عن الانوثه موضوع انها تشتغل مثلا في الصحراء في حقول النفط مثلا طبعا او تشتغل مثلا مهندسه معماريه في يعني مش مهندس لا مهندسه معماريه ممكن او عارضه او مصممه ازياء هذه طبعا لا اتكلم مثلا مصممه في تطلع دائما في الموقع الانشاءات مثلا او تسوق شاحنه هذه هاي ما بتزبط يعني بتفقد انوثتها في نصيحه سريعه للمراه اللي عم تحضرنا كوني بسيطه بجمالك البساطه في الجمال وبساطه في كل شيء عن جد حلو كثير صح هذا اهم شيء عن جد انا بالنسبه لي مثلا الانثى سعاد حسني انثى انه بهالبساطه بهالهضامه وبهالهضامه ذكى عيون عم بتهيدا وحلو جمال وشو حلوه تحسها كثير انثى احنا فاصل ونعود او معنا